نجوم الليل الظل بدي قصة هالأمورة. وقبل القصة بالأول إلا قالت لي العصفورة كلمة نجوم هذه غلاوة معي، وقفي جنبي. لا تخلى، ما تتخلى. اوكي. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 العبي بس هيك شوي شوي. يلا بابا 1 2 يلا 1 2 هيك هيك. شوف كيف 1 2 1 سوي صح صحي يا بابا مش قادر اروح اريح حالي وانام زي ما بدك قالت لي العصفورة قصة حلوة صغيرة وهلأ بدي أحكيها لبنتي لين الأمورة. اليوم صحي ياقوت من نومه وهو متنكد، اطلع على ماسة اللي كانت عم بتجهز كتبها للمدرسة وقال يا الله أنا اليوم عندي حصة رياضة، يعني لازم ألبس ملابس الرياضة وأروح على المدرسة فيهم، وكمان لازم أنط وألعب وأركض، كل هذا بتعبني، أنا بكره الرياضة. ضحكت ماسة من حكي ياقوت وقالت له بس الرياضة بتقويك يا ياقوت، بتخلي عضلاتك كبيرة وصحتك تمام. لكن ياقوت ظل متنكد وراح على المدرسة وهو مكشر ومقهور. ولما إجت حصة الرياضة أصدقاء ياقوت وقفوا بالطابور بهمة ونشاط وبدوا يلعبوا ويركضوا وعملوا مباراة كرة قدم، كل هذا وياقوت قاعد بالزاوية مو راضي يلعب معهم. ولما أصدقائه طلبوا منه يلعب معهم قام من مكانه بكسل ولعب شوي بالكرة ورجع لمكانه. بعد شوي نادى أستاذ الرياضة على الطلاب وقال لهم المدرسة رح تعمل سباق ركض بين الطلاب، والولد اللي راح يفوز له جائزة حلوة كتير. كل الطلاب اتحمسوا لهاي الفكرة وقرروا يتدربوا لحتى يفوزوا بالسباق ما عدا ياقوت الكسلان. لما اجا موعد السباق اتجمعوا كل طلاب المدرسة حتى يشوفوا مين هالولد النشيط اللي راح يفوز في السباق وتكون الجائزة من نصيبه. وبدأ السباق وبدأ التشجيع وكل الأولاد كانوا يركضوا بهمة ونشاط ما عدا ياقوت. كان إيش ماله؟ سريع ولا بطيء؟ بطيء صح، لأنه كسلان ياقوت ما بيحب الرياضة. كل الأولاد يا ماما سبقوه وكان ياقوت خسران وطلع الأخير. والجائزة الحلوة اللي وعدهم فيها أستاذ الرياضة ما كانت من نصيبه. ياقوت زعل كتير ورجع على البيت وهو عم بيفكر ليش صار معاه هيك. وشكى لماسة وقالها وهو زعلان شفتي اليوم انا كنت الاخير في السباق وفهمان هو اللي فاز واخذ الجائزة الحلوة. قالت له ماسة هالشي صار لانك يا ياقوت ما بتحب الرياضة بتتعب منها بسرعة، مش نصحتك وقلت لك الرياضة بتقويك وبتخلي عضلاتك كبيرة صحتك تمام؟ يعني لازم تتدرب وتلعب رياضة كل يوم وهيك جسمك رح يقوى والمرة الجاي رح تفوز بالسباق أكيد.
انبسط ياقوت من هالخبرية وصار يلعب رياضة كل يوم لحتى يفوز بالسباق المرة الجاي. وهيك يا ليني الحلوة خلصت قصتنا. حلوة ولا نعستنا؟ حلوة. وهلأ صار وقت النوم.